السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله نشوفوا جميع طريقة تحضير طاجين سمك الفرخ، كيجي لذيذ ورائع المذاق. تابعوا معي الطريقة والمراحل. لتحضير طاجين ديال الفرخ كنحتاجو كيلو ديال الفرخ المقطع بحال هكا شرائح، عندي جوج حبات ديال الطماطم قطعتهم دوائر، عندي فلفل أخضر والأحمر والأصفر، يمكن لك تكتفي غير بالأخضر، عندي ربعة حبات ديال الجزر اللي قطعتهم دوائر، وفلفل الحار، عندي للتزيين الحامض ثلاثة طروفة قطعتهم بحال هكا شرائح، نص كاس صغير ديال زيت الزيتون. في العطرية غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال السكنجبير، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال التحميرة، الملح حسب الذوق، درت معلقة صغيرة، وراس معلقة ديال الإبزار صغيرة، ويمكن لك تضيفي السودانية بالنسبة للناس اللي كيبغيو الحار. معلقة كبيرة ديال مركز الطماطم، عندي الزيتون، نص حامضة معصورة، عندي هنا أربعة فصوص ديال الثوم اللي حكيتهم، عندي ورقة ديال الرند أو ورقة سيدنا موسى، القليل من الزعتر كيتواتى مع السمك، ثلاثة المعالق كبار ديال الربيع مفروم، في جبانة نديرو العطرية، نديرو مركز الطماطم، عصير نصف حامضة، ندير ربع كاس صغير ديال الماء، ناخذ الزعتر نحكوه بحال هكا بين يديا، نضيف الربيع، نخلط المكونات جيدا، ربع كاس ديال زيت الزيتون، نحرك هاد الشرموله مزيان، ناخذ السمك نشرملو كما كتلاحظوا، الى عندي الوقت غادي نشرملو ونخليه نص ساعة تقريبا، الى ما عنديش الوقت نقدر نستعملو ديك الساعات. الشرمولة المتبقية عندي غادي نديرها، ندير فيها الخضر كذلك، نشرب ليا العطرية، كذلك الجزر، ناخذ الطاجين كنسطفو مطيشة لتحت، او حبة بصل او عواد ديال الربيع والكرافس، هو الكرافس كيجي يتواتى مع الحوت مزيان، غندير ورقة ديال سيدنا موسى، ونستف السمك، فأي سمك كبير تقدري ديري نفس الطريقة، زينو كذلك بشرائح الطماطم، الطاجين ما كنضيفش ليه الماء، الطماطم غادي تخرج الماء ديالها، فلفل الوان،
كذلك الحامض، نضيف الزيتون من الفوق. غادي نشعل ليه على عافية مهيلة مدة ديال ساعة. هذا هو الشكل النهائي ديال طاجين سمك الفرخ، نتمنى يعجبكم وتجربوه، كيجي لذيذ ويستحق التجربة. بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب واشتركوا في القناة باش توصلوا بالجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.